السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين بانيك، غادي نتكلموا مرة أخرى على الرجاء، من رغبة من الأنصار، أنصار المدرسة تاع التدريس، كيف تناصر ناديك. يعني الأنصار ما نكذبوش على روحنا، أنصار بمعنى الكلمة، أنصار اللي قدموا المثل ويشنا كيفاش وين إعانات للنادي تاعهم بكل قوة، ويشنا في كورونا وين داروا مباراة افتراضية، وين النادي ويرد الجميل، وين أعطى وين دار قفة تاع قفة، وين الناس المحتاجين، وين عطاهم، وين عاونوا الأندية اللي عاونوا. حنا مش هنا الأندية تاعنا لي بريزيدون بدلوا كاع نوامر تيليفون تاعهم، كاش لي دار، ومن بعد يخرجوا كل ببوش من يشوفوا شركات يخرجوا مصاصين دماء. ما كاش لي عاون الدولة هنا، ما كاش نادي عاون الدولة في تاع الكوفيد هذيك، ما كاش واحد قال له مالكو، ما كاش نادي. وهذه الاتحادية تدرنا لها ضغوطات، هي راحوا لموا 18 مليار جابوها عطاوها له، راحوا لموا منا تدي كاس اف تدي كاس كوب دالجيري هاشعل تعطيني، تدي شامبيون هاشعل تعطيني، هاشعل هاشعل لموا لموا جابوا لهم عطاوها للدولة 18 مليار، وصلت 16 مليار، ديكلارو ب 18 وصلت 16. وين شنا كيفاش الرجاء؟ شو نادي كيفاش شو نادي كيكون محترف ويكونوا مسيرين محترفين ويبغوا ألوان النادي، شو كيكونوا. وهذا النادي حسب ما قالوا لي أنصار تاع الرجاء، هما اللي خبروني والله ما على بالي، خبروني بها، قالوا لي هذا النادي اللي أسه جزائري من مغنية، أسس الرجاء، هو جزائري من مدينة مغنية، هو اللي أسس الرجاء على حساب ما أنصار قالوا لي تاع الرجاء، هما اللي خبروني. وهذه زعما كما نعرف ينجموا يصحونا الناس، يصحونا وين الرجاء يحفز جماهيره قبل مواجهة الزمالك اللي إن شاء الله بربي مربوحة للرجاء. وين الرجاء راه كيما يقول لك اللعابة راه كيما المورال راه مليح، وين دخل النادي الرجاء البيضاوي أجواء مواجهة المواجهات الإفريقية المرتقبة ضد الزمالك في ذهاب نصف النهائي دور أبطال إفريقيا، ونتمناه إن شاء الله تكون نتيجة ثقيلة بثلاث أهداف ولا أربع أهداف، يعني في طول تكون المباراة تاع العودة تكون بارتياح إن شاء الله بربي، وين الزمالك يواجه الرجاء في دور أبطال إفريقيا. ويذكر أن آخر مواجهة بينهما كانت في نهائي نسخة 2002، وين يتقابل الزمالك مع الرجاء ذهاب على الملعب الأخير مساء الأحد المقبل، مع وين نهار الأحد مع الرجاء ذهابا على الملعب، يعني حيث يسعى الأبيض للخروج بنتيجة إيجابية تساعده على التأهل قبل مباراة الإياب أمام الرجاء، فيسعى لحسم من في ملعبه. يعني الرجاء إن شاء الله بربي كما يقول لك الفوز يكون رجاء في طول المباراة تاع العودة تكون مريحة. وعبر حسابه الرسمي على تويتر رجاء نشر فيديو تحفيزي للجماهير واللاعبين يذكر فيها بما حققه النادي المغربي عبر تاريخه في بطولة العريقة، كما استعرض الرجاء مشوار الفريق في نسخة الحالية من البطولة والنجوم الفريق على غرار المدافع وقائد بدر بنونة. ويذكر أن الفائز من المباراة الرجاء والزمالك سيواجه المتأهل من اللقاء الأهلي والوداد الذي يقام ذهابا في دار البيضاء مساء السبت المقبل. يعني نقولوا باللي احنا غادي نلعبوا لهم، وتكون العودة عندنا إن شاء الله ندقدقوهم إن شاء الله يا ربي. المهم الدقدق فيها هذه هي الرجاء اللي نتمنى له إن شاء الله بربي احنا نتأهلوا، ومن بعد نتمناو للوداد يتأهل باش تكون نهائي، يعني نهائي تاع أحلام، ونتمنى يكون
بالانصار هكا بلا كان بالانصار الملعب على بالك بلي تنسى البارتيه تنسى البارتيه تنسى البارتيه مع الشعب غادي تنسى البارتيه. وشنا نهار اللي لعبوا تاع كاس العرب شناها كيفاش لا دانيال مينيت بارتيه الوداد رابحه 3-1 4-2 يعني بعد 4-3 4-4 استاد انقلب. شوف كيفاش الانصار شوف شي يصنعوا لك الفرجه هذه هي فرجه كره القدم. هنا تجي خارج من الستاد تكلم لك بروكه في وجهك نهار اللي لعبت ستيف مع البرج سيد بكادنا درت لكم خطره تويتو بكادنا ارسلها لي قال لي يلي كادنا ضاربينا قلت ضاربينك انت تدخل تفرج ولا تدخل بيدخلوا لك كادنا في راسك تا بورتاي بيبلعوك لازم الردع الردع اللي هنا فيك الردع يا خويا انا بين ندخل للسطاد بين نفوت نص نهار شباب كيما كنا بكري كانت تجي جياس كان لهنا الاسبيرونس ولا الوداد نروحو نتفرجو ونضحكو ونلعبو تجي تلمسان مولودية نتفرجو نشوفو مباراة في البداية تاع التسعينات في التسعينات كانت مليحة كنا نشوفو بعد ولات فتنة ولات فتن بعد جات هاد العصابة ولا دايرتلنا فتن بكرة القدم. مولودية كان بكري يروحو بجاية يجو المولودية نورمال مكان والو تولت القتيلة وين بعد يقول لك على بالك نهار اللي داروا ملتقى رياضي نورمالمون يجيبوا اللجنه تاع الانصار اللجنه تاع يقول لك شكايله لازم يجيبوا اللجنه مكافحه العنف في الملاعب ما جابوهاش وما جابوش لجنه تاع التحكيم واك شو وين الغلطه وين داروها بصح ما كاش لي هدره ما كاش واحد صحابي ولا قناه هدرتها في ذاك الوقت خاص كاع كانوا يمصوا كاع كان عاطيهم تيو تاع السيروم كاع ماصين كاع كانوا يمصوا يرضعوا كاع كانوا قاضبين بالزول ويرضعوا ما كانش لي هدر ونهار لي هدرناها قالك هذا الشوبي راه مهبول شرا يهدر لا ما كنتش مهبول انايا كنت نقول لكم بلي راهم دايينكم الهاويه بصح ما سمعتوناش شو اليوم البطوله وين صبحت راك تشوف البطوله وين صبحت اليوم باش تعرف شوف الناس وين نجحت عندهم ربعة تاع لي زيكيب مكالفين كاع الوداد الرجاء في الشامبيونز ليغ وكأس الكاف عندهم فينيكس تسمى ربعة اقعد تتفرج وإلا ما زيرت روحك وتوقف لهذه الاتحادية هذه اللي راكم تشيتوا لها كوب ديمون تفرجها في مور تلفزيون خاطش لازم يكونوا عندك رجال ويجي المال كاين اللي غلط يقولك عندي دراهم شوف اللي عنده دراهم اللي كان تاكل على الدراهم راه في الحباس كانوا يلقطوا في الدراهم وفي الحباس تعبانه بصح لازم يكونوا عندك الرجال الاولى ومن بعد يجوا الدراهم وراهم الا عندك الدراهم ما عندكش الرجال روح طسطس بهم روح كلهم غير فرماج لا يسهل عليك ما تسواش الرجال هذه اللي نقولها لك شو الرجال اللي تخدم شكون شوف صار الدولة تاعهم المملكة تاعهم عاي تعطيهم 100 مليار عطات للرجاء 100 مليار ولا ما تعطيهم كاع يخدموا وحدهم استغلوا بنت مركاوة في 94 إدارة تاعهم تخمم قال لك علاش ما نديروش تريكوات خلوها الذكرى دقيقة 94 باعوا صوروا دراهم باعوا بالك 2 ملايين تريكو صوروا اموال دخلوا من النادي قال لك نديروا مباراه افتراضيه صوروا اموال حنا لهنا كاين نادي يدي حتى 120 مليار شكون اللي استفادوا السراق لي بريزيدون هذاك خاسي سعيد راه في نيس شاري سكنه وهذاك صخري راه في باريس شاري ابارتمون قهوة استفادوا منها نادي ما استفاد لا تيت لا والو يحشولهم
من يجي عيد الميلاد شناكم تحتفلوا الناس تحتفلوا بليكوب، انتم تحتفلوا بالعيد الميلاد وفي ميجان ويقول لك ارجي شعلوها هذه تربح عليك باقي يحشوا لكم الناس تدي ترى وانت طرتك في ميجان، الناس طرتك في طرتك في السكاني في باري وانت طرتك في ميجان، القل انت قاعد طرتك في ميجان والناس طرتك في السكاني في باري قلوله تحيه الجزائر وراني مع الرجاء قلب ورب هذه هي.